شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات فعاليات ومؤتمرات، جرافيك، برامج تلفزيونية. مع شركة الشريف ميديا لاين، الإعلام بمنظور آخر. أهلا بيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج جراحتي، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن موضوع مهم جدا وهو السمنة، لكن هنتكلم عن السمنة بشكل جديد. يسعدني أن أستضيف الأستاذ الدكتور محمد مطر، استشاري جراحات الأورام والمناظير والسمنة المفرطة، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، زميل الكلية الجراحين الأمريكية، عضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنة، وعضو الجمعية المصرية لجراحات مناظير البطن. أهلا بيك دكتور محمد. أهلا، الحمد لله. أهلا دكتور. أعزائي المشاهدين، هنتكلم زي ما قلت لكم، هنتكلم النهاردة عن السمنة بشكل جديد. طبعا المعتاد ان في معظم البرامج بنتكلم عن السمنة، عن انواع السمنة ومخاطرها وكل يعني كل ما يخص السمنة، لكن النهاردة انا عايزة اتكلم عن السمنة يا دكتور، حاجة بتهم الناس جدا، يعني عايزين نوضح للمشاهدين، لان معظم الناس بيخافوا من جراحات السمنة ومن العمليات الجراحية ليها. الناس بيقولوا ان العمليات دي مكلفة جدا وان الدكاترة بياخدوها كتجارة، بالعكس المريض يمكن ما بيستفيدش منها كتير. يعني الناس كتير يقولوا لا، ما انا ممكن اخس بطريقة تانية، والدكتور يقول لهم لا، الافضل الجراحة، لان طبعا الدكتور هو شايف ايه الافضل، لكن الناس شايفينها انها تجارة. فبعد اذنك احنا عايزين النهارده نوضح للساده المشاهدين ازاي عمليات الجراحه للسمنه ان هي طب مش تجاره. طبعا اللي بتقوليه ده كلام صحيح، وفي ناس كتير فعلا بتبقى بتفكر في كده، ولكن احنا ما نقدرش نعمم ده على كل الدكاتره. في ناس ممكن تستخدم الموضوع تجاره، ودول فئه قليله جدا جدا جدا، قد لا يكونوا اصلا دكاتره. يعني انا قلت بعض الدكاتره، ما قلتش كل الدكاتره. لا، ما هو احنا لازم نوضح للناس والمشاهدين انه الناس اللي بتعمل كده وبتعمل العمليات دي للمرضى، المرضى دول بيستحقوا هذه ان هم يتعمل لهم هذه العمليات. ومعنى ان هو ما يخسش دي ليها اسباب اخرى غير انه يكون الموضوع مجرد تجاره. فاحنا ان شاء الله ممكن نوضح حاجات تانية ممكن ما تكونش باينه للناس النهارده، ايه الفرق ما بين الانواع المختلفه للسمنه،
ومين اللي ممكن يخس ومين اللي ممكن يستفيد اكتر من العمليات دي. ايوه ده قصدي يا دكتور، باني بقول للساده المشاهدين ان احنا النهارده هنتكلم عن السمنه بشكل جديد. إيه عايزه حضرتك توضح لي او توضح للساده المشاهدين، هل كل مرضى السمنه زي بعض؟ يعني كل مريض حالته يتعمل لها نفس العلاج او نفس العمليه زي المريض التاني؟ احنا عندنا ناس اي واحد حجمه غير الحجم الطبيعي بيقول على نفسه سمين، وطبعا ده مش مظبوط، وما نقدرش نقول ان كل حد، يعني ممكن حد يكون سمين من فوق سمين من تحت، رجله كبيره دراعه كبير او دراعها كبير، فدول مش لازم يكون سمين. فعشان كده انا جبت لك معايا الصوره اللي هي بتبين، لو احنا شايفينها دلوقتي ان هي بتبين ان في 6 انواع من السمنه، ودول لما تقسموا الدراسات قسمتها 6 انواع على حسب الاشخاص، يعني في سمنه للناس الكبار، وفي سمنه للناس ما بتتحركش، وفي سمنه للرجاله، وفي سمنه للستات، وفي تقسيمه تانية للسمنه اللي هي على حسب موضع السمنه. فموضع السمنه في حاجه اسمها سنترال اوبيزيتي اللي هي سمنه مركزيه، اللي هي ممكن نقول عليها رقم واحد. رقم واحد هي اكتر حاجه باينه فيها، ودول اكتر ناس احنا ممكن نتعامل معاهم خاصه في جراحات السمنه. لا، في بقى السمنه متركزه يا دكتور في منطقه في جسمه كله، في البطن والصدر والدراعات، هي دي اكتر حته، وممكن معاها كمان الرجلين بقى. انما الناس اللي هم زي رقم 2 و3 مثلا، ده هتلاقي ان هو رقم 2 السمنه في بطنه بس، او اللي احنا ممكن نقول عليه كرش يعني. رقم 3 تلاقي السمنه في الرجل او الارداف. رقم 5 نفس الكلام. رقم 6 ده ممكن برضو يستفيد، لان هو برضو ترانكال اوبيزيتي، يعني موجوده في الترانك اللي هو الصدر والبطن، فدي برضو ممكن يستفيد جدا من الجراحات. ولكن برضو احنا مش بنتكلم بس على الجراحات، احنا لازم نقول ان الناس التانية دي بتستفيد من علاجات اخرى، زي ان نعمل ريجيم، زي ان نعمل شفط، زي ان نعمل شد بطن. كل دول كل واحد ليه طبيعته، لكن ما نقدرش نحدد اي مريض من الستة دول اللي يفضل ليه الجراحات. لا، ما هو الرقم 1 ورقم 6 هم دول اللي احنا قلنا انه دول اكتر ناس هتستفيد، وهيطلعوا بنتيجه كويسه بعدها. بالظبط، الناس الثانيه ممكن تعمل الجراحه وينزل شويه، بس مش هي النتيجه اللي هو منتظرها. النتيجه طيب يا دكتور، ازاي بقى ممكن نعرف السمنه المفرطه؟ لان الناس طبعا تتلخبط، يعني او الناس مش عارفه، الناس بتقول سمنه بوجهايم. بالظبط، امتى اعرف ان انا عندي سمنه، وامتى اقول ان انا عندي سمنه مفرطه؟ طيب، احنا في حاجة اسمها البادي ماس اندكس، اللي هو مؤشر كتلة الجسم. البادي ماس اندكس ده بيتحسب ازاي؟ كل واحد بيشوف وزنه بالكيلو جرام، وبيقسمه على مربع طوله. يعني لو الطول ده مثلا نقول 160 سنتي، بنقول ان هو 1.6، يعني 1.6 متر، يضربهم في بعض، يعني 1.6 في 1.6 الناتج يبقى هو اللي تحت، ويجيب الوزن يقسمه عليه، هيطلع رقم. الرقم اللي في الاخر ده الطبيعي المفروض ان يكون ما بين 18 وما بين نقول لحد 24 و9، زي ما احنا ممكن نشوف برضو في الصورة، ان احنا جايبين ان اول حاجة اللي هو الشخص الطبيعي من 18 لحد 24 و9 او 25. يعني ده البادي ماس بتاعه، ده البادي ماس، يعني اي واحد في الرينج ده بعد ما يعمل الحسبة فده طبيعي. الناس العاديين يعني يعرفوا يعملوا الحسبه دي زي ما لازم. احنا بنقول الوزن على مربع الطول ده، على فكره في برامج كتير وابلكيشنز كتير على الموبايل وحاجات زي كده بتحسبها يعني، وجوجل مليان الحاجات دي. اكتر من كده، اكتر من 25، من 25 لحد 30 تقريبا، علشان في ما نقعدش نجيب الارقام بالكسور يعني. ده بيبقى الشخص اللي هو الاوفر ويت، اللي هو ابتدى يزيد في الوزن. من 30 ل 35 ده ابتدى واحد يبقى اكتر شويه في الوزن، ده احنا بنسميه كلاس 1، اللي هو ابتدى يبقى الدرجه الاولى من السمنه المفرطه. ايوه، من 35 ل 40. ايوه اتفضل. طيب، من 35 ل 40، لا ده زياده اكتر، اكتر من 40. احنا ليه بنقسمهم بقى؟ احنا نحط كلاس 1 يعني درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه، عشان في ناس بتبقى محتاجه مجرد تدخلات بالنظام الرجيم، وفي ناس محتاجه تدخلات جراحيه. فاحنا عشان كده احنا لازم نقسمهم بالتقسيمه دي. و اكتر ناس بتحتاجها طبعا العمليات هي الناس اللي فوق 40 من مؤشر كتله الجسم. يعني يا دكتور، ما ينفعش انا كمريض اجي لحضرتك من نفسي كده واقول لك انا عايزه اعمل عمليه عشان اخس،
لازم حضرتك اللي تقول. كمواطنة حقك تقولي، يعني احنا مش هنعترض، بس انا كدكتور انا ليا الانبوت بتاعي، انا اقدر اقولك انت محتاجة العملية دي ولا مش محتاجة العملية دي. ساعتها هنجاوب على السؤال ده طب ولا تجار، لانه لو انا بتاجر يبقى انت هتيجي تقولي انا عايز اعمل عملية، هقولك اهلا وسهلا نعملها. انما لو انا دكتور هقولك لا حضرتك محتاجة تعمليها او مش محتاجة تعمليها. طيب يا دكتور، هل كل واحد مؤشر كتلة الجسم عنده عالي يبقى مريض سمنة؟ هو ده سؤال مهم جدا بقى، لانه ممكن واحد يكون مؤشر كتلة الجسم بتاعه او البي ام اي اللي احنا بنقول عليه ده عالي، ومع ذلك شكل جسمه حلو مؤشر ورائع. لحظة يا دكتور، مؤشر كتلة الجسم اللي هو حضرتك لسه شرحته من اللي شوية، اللي انا لسه شرحه ده، اللي هو بيفيد او بيبين للناس البادي ماس بتاعتهم قد ايه بالظبط. فهو ممكن الناس بقى بعد ما يسمعوا الحلقة دي كل واحد يقعد يحسب لنفسه ويقول انا تخين. هي مش كده، لانه الناس اشكال، حتى في زيادة الوزن الناس اشكال. في ناس بيبقى شكلها زي الكومتراية، ناس شكلها زي التفاحية، في ناس بيبقى شكلها زي الاور جلاس، زي اللي هي الساعة الرملية. أيوة. دي فالسمنة بتبقى متوزعة في حتت مختلفة، عشان كده هو لازم يروح لدكتور عشان الدكتور يقول له انت محتاج ولا مش محتاج. أيوة. لو بص الناس معانا كده على الصورة دي هيلاقوا انه عندنا واحد عضلات وكمال اجسام، وواحد تاني مليان وتخين. اللي على الناحية اليمين ده الشخص اللي احنا بنسميه بير شيب، شكله شكل الكومترية، جسمه مش متوزع بالطريقة المناسبة يعني، ولكن التاني اللي على الناحية الشمال ده جسمه شكل التفاحية. يعني ايه؟ يعني التخانة من فوق وتحت نازل متناسق. فاحنا ما نقدرش نقول للي على ايدنا الشمال ده اللي هو بتاع كمال الاجسام يعمل عملية، لا طبعا. انما نقدر نقول للي على ايدنا اليمين ده يعمل عملية، عشان ده جسمه محتاج يعمل العملية دي، رغم ان هما الاثنين نفس البادي ماس اندكس، نفس مؤشر كتلة الجسم. يعني ممكن شخص يبقى مؤشر كتلة الجسم عنده عالي لكنه ما يصنفش على ان هو مريض سمنة مفرطة. بالظبط. حسب شكل الجسم. بالظبط. طيب يا دكتور، هل السمنة المفرطة دي تعتبر مرض؟ طبعا. زمان كانت الناس ما بتعتبرهاش مرض، وكانت بتعتبر ان هي مجرد مشكلة في الشكل وبيروح يجيب مقاسات لبس كبيرة وخلاص. انما دلوقتي لا، هي مرض. مرض لان هي بتعمل حاجات كتير ممكن نشوفها معانا دلوقتي في الصوره، انه ممكن تاثر على نفس البني ادم، ممكن تاثر على ان هي تجيب له ضغط، تجيب له سكر، خشونه في المفاصل، تعمل وجع في العظم، وجع في الظهر، حتى كمان ان هي ممكن تاثر على القدره الجنسيه في بعض الناس، ولما بيعملوا العمليات بيتحسنوا كتير. فعشان كده احنا لازم نعتبرها مرض، ولازم نقول ان هي لازم تتعالج، ما بقتش حاجه لكجوريوس يعني. هل كل مرضى السمنة بيحتاجوا الجراحة؟ ده سؤال مهم، لانه لو احنا قعدنا جبنا مرضى السمنة كلهم على حسب البي ام اي بتاعهم او على حسب البودي ماس اندكس، قلت لك من اول 30 لحد فوق ال 40 كل الناس دي بتحتاج تدخل، ولكن لحسن الحظ ان معظمهم ما بيحتاجوش تدخل جراحي. يعني احنا بنعمل شكل هرم، الهرم ده قاعدته او القاعدة بتاعته هتلاقي انه دي الناس اللي بتحتاج لرجيم، لتغيير بس في اللايف ستايل، يلعب رياضه، ما ياكلش وينام على طول، ما ياكلش بالليل بس، حاجات زي كده. يعني زي ما حضرتك قلت ان مش اي مريض سمنه يقدر يقول ان هو محتاج لجراحه. بالظبط. حضرتك او يعني الطبيب هو اللي بيحدد انه محتاج لجراحه. بالظبط. طيب يعني يعني حضرتك بتقول في هرم كده لل بالظبط. الهرم ده القاعده بتاعته يعني هو الرجيم. صورة بتوضح الموضوع ده. ممكن القاعده بتاعته هي الرجيم والرياضة، وده في الناس اللي البي ام اي بتاعهم تحت 35. الناس اللي فوق 35 ممكن نبتدي نتدخل معاهم في بعض الاحيان بالادوية اللي ممكن تساعد على التخسيس، ولكن في بعض الاحيان الاخرى او معظمها بيحتاجوا للجراحة اللي هو بتبقى قمة الهرم. طيب يا دكتور، في بقى سؤال مهم عندي، بس يعني حضرتك هتجاوبه لنا بعد الفاصل. أوكي. بس يعني عشان اعزائي المشاهدين انتظرونا بعد الفاصل مع سؤال مهم جدا، هسال حضرتك عن في حاله الجراحه ايه هي انواع العمليات اللي بتتم في العمليات الجراحيه، لكن استاذك نطلع فاصل ونرجع تاني. انتظرونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل.
بيكم مشاهدينا الاعزاء من جديد. اهلا بيك دكتور محمد. كنت بسال حضرتك قبل الفاصل في حاله الجراحه ما هي انواع العمليات التي يتم اجراها؟ طبعا هو في عمليات كتير جدا. احنا ممكن نقول يعني لو بصينا على صوره كده مع الساده المشاهدين ممكن نقول ان احنا عندنا الحاجات اللي الناس بتسمع عنها يعني معظم الناس بقوا عارفين عن العمليات بالظبط ده في ناس كتير جدا بتدخل تقرا عنها وتشوف كل حاجه. فاحنا في ناس لغايه دلوقتي يا دكتور لسه مش عارفين هل التكميم هو زي التدبيس زي قص المعده يعني هل كل ده يعني انا يعني بقول مسميات يعني بقول حضرتك الناس تسال زي حزام المعده هل كل ده يعني هو حاجه واحده ولا هي انواع مختلفه؟ لا هم انواع مختلفه. لو احنا بصينا على الصوره الناحيه الشمال اللي فوق دي اللي هي حزام المعده وده خلاص احنا بطلنا نعمله خالص محدش بيعمله دلوقتي الناس لسه بتقرا عنه عشان هو موجود على الانترنت يعني بس محدش بيعمله خالص. لو بصينا تحت على اليمين هنلاقي ان دي عمليه مثال على تكميم المعده دي شهيره قوي اللي اسمها القص الطولي للمعده وبيقصوا المعده بالطول يعني اللي فوقها على طول دي لها تحويل المسار ودي برضو ناس بتسمع عنها كتير ممكن نبقى نتكلم عنها في وقت تاني. اخر واحده بقى على ايدنا الشمال تحت دي اسمها استبدال الاثنى عشر او الديودينال سويتش ودي ما حدش بيسمع عنها خالص لان هي عمليه متقدمه جدا ومش كل الناس بتعرف تعملها وبتشتغلها واعتقد يعني ممكن يكون ليها مخاطر ولا ايه؟ طبعا هي مخاطرها يعني مختلفه عن العمليات التانيه ومش ما بنعملهاش لكل العيانين. طيب يا دكتور ازاي اختار بقى بين العمليات؟ يعني انا طبعا مش يعني المفروض يا ريت حضرتك توضح للناس انه مش المفروض المريض هو اللي يختار. اوقات كتير المريض يروح للدكتور والدكتور يقول له انت يصلح لك عمليه كذا هو في دماغه عمليه معينه وخلاص مصمم عليها بالظبط هو ده اللي احنا بنشوفه كل يوم. فهو احنا لازم نتفق ان احنا في العمليات دي بالذات هي بالاتفاق بين الدكتور والمريض بس المريض لازم يدي للدكتور مساحه انه يختار له العمليه لان انا بختار على اساس طبي وعلمي وهو بيختار على اساس المضاعفات. فانا عارف شغلي وعارف المضاعفات بتاعتي عامله ازاي وعارف المريض هيحصل له ايه واقدر اوزن برضو معاه المضاعفات قصاد الفايده. فكل عيان على حسب هو عنده يعني مثلا مرضى السكر اللي هو من النوع الثاني دول يستفيدوا جدا من تحويل المسار. ليه؟ علشان تحويل المسار من العمليات اللي ممكن تخفي السكر خالص. انما لو ما عندوش سكر فممكن اعمل له عمليه ثانيه اللي هي زي تكميم المعده ما يكونش محتاج فيها يخش القصه تحويل المسار وياخد فيتامينات وحاجات زي كده وهكذا. بس يا دكتور حضرتك بتقول انه المريض مثلا بيكون هو شايف ان دي اثرها الجانبيه اخف او افضل. لا ده في ناس كمان بيقول لا انا مثلا مريض تقول انا واحده صاحبتي عملت عمليه كذا انا عايز اعمل زيها واخس انا واحد قريبي عمل كذا انا لازم اعمل زي ما اخس. ما هو احنا لازم العيانين تبقى عارفه انه مش كل واحد زي التاني ومش كل حاجه زي التانيه ومش عشان ده حصل له مشكله ده هيحصل له مشكله ومش عشان ده استفاد يبقى ده يستفيد. كل واحد حاله بحالتها الشخص بشخصه ومش كل وزن زي التاني ومش كل سكر زي التاني. طيب دكتور احنا طبعا بنكلم السادة المشاهدين النهاردة عن العمليات وعمليات الجراحة جراحة السمنة تحديدا وبنوضح لهم يعني الفرق بين ان هي اذا كانت طب ولا تجارة. تمام. فبنتكلم طبعا يعني مع حضرتك طبعا من الاساتذة الكبار في المجال ده واكيد حضرتك هتتكلم يعني بكل امانة عن الموضوع ده. طبعا بكل شفافية يعني. فعايزين نوضح للناس العمليات دي امنة وايه مخاطرها؟ الناس تبقى عايزه يعني انا كمريض لما اجي اروح اعمل عمليه ببقى خايفه او ببقى خايف جدا من ايه اللي هيحصل بعد العمليه؟ ايه اللي هيحصل لي اثناء العمليه وانا في اوضه العمليات؟ فعايزين نوضح للناس ايه مخاطر العمليات دي. طيب هو العمليات دي من فتره طويله ما كانتش بدرجه الامان اللي موجوده دلوقتي ولكن دلوقتي العلم فيها اتطور جدا والاساليب والتكنيكس اللي احنا بنستخدمها اتطورت جدا والجراحات اتطورت والادوات والدباسات كل ده اتطور جدا وخبره الدكاتره نفسها اتطورت وعليت فالامان بقى عالي جدا في العمليات دي. اكتر حاجه الناس بتخاف منها علشان ما نطولش على الناس يعني هو عمليه التسرب لان احنا لما بنقص حته او بنقطع حته الدبابيس اللي موجوده دي اللي احنا بنحطها بالدباسه دي ممكن تفك فيحصل تسرب او ما تبقاش التدبيس بطريقه مظبوطه فيحصل تسرب وده حتى لو حصل بنكتشفه بدري وندخل نصلحه وما بيحصلش مشكله خالص. طب ازاي المريض يعرف انه حصل ان في حاجه من الدبابيس دي فكت؟ ما هو ده مش شغله العيان دي شغله الدكتور. لا يعني قصدي ايه الاعراض اللي ممكن يشعر بيها المريض
عشان يعرف ان في حاجه غلط بعد العمليه. هو العيان ما بيخرجش بعد العمليه من المستشفى الا لما الدكتور يكون اطمن عليه، فدي برضو يعني مش شغله العيان. يعني دي مش بتحصل بعد العمليه بفتره، لا دي بتحصل بعد اول يومين ثلاثه بعد العمليه. ايوه يعني معنى كده يا دكتور ان المريض مش بيخرج في نفس يوم العمليه؟ لا، المريض في بعض العمليات بيخرج تاني يوم، وفي نوع تاني من العمليات بيخرج تالت يوم. طيب بيخس قد ايه بعد العمليه تقريبا؟ سؤال مهم بس صعب اجابته، تختلف من دكتور لدكتور. بس يهم الناس طبعا، تختلف من دكتور لدكتور، بتختلف قصدي من مريض لمريض، على حسب وزنه كان كام وعلى حسب طاعته للتعليمات بعد العمليه، لان في ناس بتعمل العمليه وما تتبعش التعليمات، ففي تعليمات مهمه جدا لازم يتبعها بعد العمليه ويمشي عليها. ولكن احنا بنتكلم ما بين 30 ل 50 كيلو المتوسط، في ناس بتخس اكتر من كده بكتير، حد 80 كيلو، وفي ناس بتخس 10 15 كيلو، وفي ناس ما بتخسش خالص، والناس اللي ما بتخسش خالص نسبتها قليله جدا جدا، وبيكون اهم سبب عدم اتباع التعليمات. يعني يا دكتور طيب لو المريض اللي بيخس من 30 ل 50 كيلو ده ممكن يخسهم في فتره قد ايه بعد العمليه؟ في خلال 6 شهور لسنه. 6 شهور لسنه. يعني مش بيخس فجاه، مش بيحصل له شق؟ لا طبعا. طيب ما واحنا ما نحبش حد يخس فجاه، لانه اللي بيخس فجاه ده مش حلو. طب ما دي حاجه جميله، يعني ده بيخس بطريقه امنه. بيخس بطريقه امنه، مش هيحصل اضراب لجسمه، بس بيخس في وقت في حاجه واحده، يعني ما بيفضلش 6 شهور يعمل مجهود اللي كان بيعمله زمان ويلاقي ما فيش اثر. بيعمل مجهود بس بيلاقي فيه اثر. ايوه طبعا، فدي اهم حاجه في العمليات والجراحات دي. ما دي مشكله الناس، ناس كتير قوي من مرضى السمنه ان هو بيبذل مجهود رهيب في الرجيم والرياضه وكل حاجه وما بيخسش برده. لذلك اللي بيقدر يلجا للجراحه بتكون دي افضل طريقه بالنسبه له. بالظبط. إيه طيب امتى المريض بيرجع طبيعي بعد العمليه؟ بنتكلم على حسب قدره المريض طبعا، ولكن احنا بنتكلم في حدود يعني العيان ممكن هو بيخرج من المستشفى ويتمشى في البيت في اول اسبوع يومين ثلاثه وبيبقى بيتمشى عادي خالص، ممكن يتمشى من ثاني يوم، يرجع الشغل يشتغل بنتكلم بعد اسبوعين مثلا، 10 ايام اسبوعين. ده اللي انا بتكلم فيه يا دكتور، ان حضرتك هتكلمنا بكل امانه في الموضوع، لان في بعض الاطباء بيقولوا لا ده هو في نفس اليوم هيرجع طبيعي وفي نفس اليوم هيقدر يخرج تاني يوم هيخرج لشغله، لكن حضرتك بتقول لنا دلوقتي ان هو المريض بعد 3 ايام يقدر يمشي. في ناس بتستجيب بعد العمليه استجابه كويسه جدا، بس احنا بنشوف من الخبره العمليه ان الناس يعني بيبقى هو ما بيبقاش حد عنده اوجاع، بس بيبقى عنده حاجات تانية تمنع ان هو يرجع الشغل. فهو هيتحرك ويبقى طبيعي وكويس ويتعامل في البيت وينزل الشارع وكل حاجه، بس ان هو يبقى مليون في الميه طبيعي بتاخد حبه وقت شويه، يعني زي اي عمليه. بالظبط كده، أي عملية بس الوجع اقل. المضاعفات اقل، المشاكل اقل، التهابات الجروح اقل، عشان كلها بتتعمل بالمنظار. انا شخصيا مثلا انا لو انا مريض سمنه وهفكر ان اعمل عمليه مش هفكر نهائيا في الاثار اللي هتحصل لي بعد العمليه، انا هيبقى كل تفكيري في الوزن اللي هفقده بعد العمليه. بالزبط. وشكلي هيبقى ازاي بعد العمليه، هتحمل اي حاجه هتحصل لي علشان يبقى شكلي بعد كده حلو. بالزبط. اكيد يعني ده اكيد تفكير كل الناس اللي بتقدم على العمليات الجراحيه. بالزبط. طيب يا دكتور، هل الجراحه دي بتؤثر على المريض على المدى الطويل؟ طبعا في جراحات، اي مريض سمنه لما بيخس وزنه بينزل ممكن تاثر عليه نفسيا، يبقى احسن ونشيط اكتر لما يلاقي حركته احسن ولبسه اتغير ومنظره بقى احسن والكلام ده حاجه جميله وكويسه. في نفس الوقت على الجلد اللي كان مليان وفيه دهن كتير نزل، فطبعا هيبقى فيه ترهلات، الترهلات دي بنتعامل معاها بطريقه تانية، اما بالاجهزه او اما بالجراحات. في بعض العمليات بيحتاج العيان ياخد بعدها علاجات طويله المدى، ودي بتبقى بسيطه وسهله وناس كتير جدا بتمشي عليها وما فيهاش مشكله. اهم حاجه هي انه العيان لازم يلعب رياضه بعد العمليه عشان صحته تفضل متماسكه. يعني لازم يتابع مع حضرتك بعد العمليه؟ طبعا يتابع. لمده قد ايه يجي يتابع مع حضرتك؟ بيتابع معايا، احنا بنشتغل تيم، بنشتغل فريق. فريق حد مسؤول عن التغذيه العلاجيه، حد مسؤول عن الجراحه، حد مسؤول عن التجميل، وحد مسؤول عن الدعم النفسي. هو لازم التيم ده، الفريق ده يشتغل مع بعض في عمليات السمنه المفرطه، فبيتابع معايا ويتابع مع دكتور التغذيه العلاجيه لمده 6 شهور على الاقل. طيب يا دكتور، حضرتك قلت لي ان ممكن مريض ما يلتزمش بالتعليمات فما يخسش بعد العمليه. بالظبط. يعمل ايه لو ما خسش؟ مثلا مريض عملنا له تكميم معده. تكميم المعده ده عباره عن ايه؟ بيصغر المعده، حجم المعده، فما بياكلش كتير. فهو يستعيض عن ان المعده بقت صغيره ان هو يشرب سوائل مسكره كتير.
او ياخد حاجات مسكره سهله كتير، فهو كده ما سمعش الكلام، فما خسر، فهو بيضر نفسه. حتى يعني حتى ما انه هو يعني عمل عمليه فما بقاش ياكل كميات سكريات كتير، بس بيشربها. فلما يشربها يبقى احنا ما عملناش حاجه، الكالوريز الكبيره اللي احنا كناش عايزين هو ياخدها صح. بياخدها. فبالتالي مش هيفقد الوزن اللي هو كان عايزه، مش هيحقق النتيجه من العمليه اللي كان عايزها. بالظبط. طيب فوائد بقى جراحات السمنه يا دكتور، حضرتك ذكرت من شويه انه ممكن تعالج السكر تماما بالنسبه لعمليه تحويل المسار. بالظبط. ممكن تعالج السكر وتخفيف 80% من العيانين اللي بيعملوا عمليات تحويل المسار ويكون عندهم سكر من نوع تاني، السكر بيختفي قبل ما العيان يخرج من المستشفى، يعني بيبطل ياخد علاج خالص وبيتعالج خالص، وده من اهم الحاجات. طبعا ده يعني ممكن حتى مريض سكر يفكر في عمليه عشان يخف من السكر. في ناس بتعمل كده فعلا، لان طبعا السكر ده مرض بيؤرق الناس وبيجهدهم. بالزبط. وعلاجه حتى يعني يمكن ملوش علاج تقريبا، هو يعني هو بيعالج على مدى طويل جدا وما بيبقاش علاج نهائي يعني. ومن ضمن الفوائد برضو ان احنا نتجنب كل المشاكل. ايه المشاكل بتاعتنا؟ خشونه المفاصل والوجع بتاع الظهر واللبس والشكل اللي هيبقى احلى والطريقه اللي هتبقى اسهل في ان هو يشتري لبس، غير ان هو بيقلل من نسبه حدوث مشاكل القلب والضغط والكلام ده. وحاجه لازم تبقى معروفه برضو كمان، هي ممكن تكون اقل الحاجات اهميه بس برضو مفيده جدا والناس بتتكلم عليها بره كتير، هي تحسين القدره الجنسيه. طبعا المريض لما هيفقد وزنه او الوزن الزائد حركته بتبقى اسهل. طبعا طبعا، لان طبعا احنا عارفين ومعظم الناس عارفين ان السمنه بتؤثر على القدره الجنسيه. بالظبط. طبعا خصوصا عند الرجال، ولا بتؤثر برضو على الاثنين؟ عند السيدات برضو. طيب يا دكتور، انا طبعا الكلام يعني عندي اسئله كتير، والساده المشاهدين نفسنا نوضح لهم حاجات كتيره جدا، لكن الوقت طبعا مش هيتسع، فاحنا كنا يعني نستاذن حضرتك ان حضرتك تشرفنا في حلقه قادمه ان شاء الله نوضح فيها كل اسئله المشاهدين. او يعني انا طبعا بطرح الاسئله اللي الناس بعرفها من الناس عموما، وببقى عايزه اسالها للاطباء اللي بستضيفهم في البرنامج. الأستاذ الدكتور محمد مطر، استشاري جراحات الأورام والمناظير والسمنة والمفرطة، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، زميل كلية الجراحين الأمريكية، عضو الاتحاد الدولي لجراحات السمنة، وعضو الجمعية المصرية لجراحات مناظير البطن. حضرتك نورتني النهارده يا دكتور. ميرسي جدا يا حبيبي. وانا شخصيا استفدت من كلام حضرتك كتير جدا، واكيد السادة المشاهدين برضو استفادوا كتير من حضرتك. وعلى وعد بلقاء اخر في حلقه جديده ان شاء الله نتكلم فيها برضو نستكمل موضوع السمنه مع سيادتك باذن الله. اعزائي المشاهدين، اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقه القادمه من برنامج جراحتي. تحياتي شيماء سعيد. شركة الشريف ميديا لاين، لو عايز تنتج أو تصور إعلانات، فعاليات ومؤتمرات، جرافيك، برامج
مع شركة الشريف ميديا لاين، الإعلام بمنظور آخر.